بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم يا خامس. Good morning everybody. I hope all of you are okay. This is your teacher Soher Shamoun is with you. You're welcome to a new English class for today. We are going to start inshallah our new unit. Who's calling? Unit 11. Who's calling? This is the first lesson in our new unit, number 11. Who's calling? مين اللي بيحكي؟ من الذي يتصل يعني؟ If you look at this picture, you will guess it is about يعني everyone is holding a telephone or a mobile and they are speaking in many ways. كلياتهم بيحكوا زي كأنهم بشركة اتصالات أو بمكتب اتصالات. خلينا نشوف الورد باور بالأول ونبلش. بسم الله. Word power. Listen and say the phrases. إذن اليوم ما عنا معاني كلمات words، عنا phrases. هلا listen and say the phrases. How often do you call your friends؟ كل قديش يعني how often بستعملها للسؤال للتكرار الإشي، يعني لما بدي أسأل عن قديش بتعمل هذا الإشي مرة. How often frequency تكراره. How often do you call your friends؟ والله يا مس أنا I call my friends every day. واو كتير. How often do you call friends؟ Do you call your friends؟ كل قديش بتحكي مع أصحابك أو بترن عليهم. Who do your parents call and what do they say؟ يعني أهلك مع مين بيحكوا وشو بيحكوا. How do you or they ask for someone on the phone؟ كيف بيسألوا عن واحد على التليفون؟ واحد رن على التليفون ورقمه مسيب، شو الطريقة بنسأل فيها؟ مين أنت؟ Who is speaking please? Sorry I can't مثلا distinguish your voice، مش قادر أميز صوتك. أو ممكن نقول Sorry who is it؟ يعني في many ways. طيب خلينا نبلش بالword power. Word power. 1. She, he isn't here right now. هلا the person is in the car. Who is in the car? He isn't here right now. يعني هو أو هي مو موجودين هلا هون. She or he isn't here right now. يعني غير موجود الآن هنا. 1. She, he isn't here right now. يعني غير متواجد الآن هون. Inside. He is outside. طيب. 2. 2. May I speak with? اتصلت على ناس وبدها تطلب شخص معين. فالطريقة الحلوة والبولايت والمؤدبة والأنيقة إنه بدي أحكي مع واحد مثلا. هدول التليفونات يا خامس يمكن أنتو يعني ما لحقتهم التليفونات الأرضية، هلأ كله موبايلز متحرك يعني خلوي. فإذا رنيت على بيت ورد علي مثلا الشخص اللي أنا ما بدي أحكي معه، بدي أحكي مع واحد تاني، فأنسب طريقة أقول May I speak with؟ هل بإمكاني أن أتحدث مع with آدم، سارة، منى، whatever. May I speak with؟ هل أستطيع التحدث مع أحدهم وبحكي اسمه. May I speak with؟ طريقة للاستئذان للحديث مع أحد آخر. هل أستطيع التحدث إلى؟ 2. May I speak with؟ Okay. 3. Who is calling please؟ رن عليها حدا هي مش عارفته. She doesn't know him. فشو بتقول؟ Who is calling please؟ مين اللي عماله بيحكي please؟ وقلنا أي إشي حتى يكون بولايت بدخل فيه طريقة أنيقة أو بدخل فيه كلمة please. Okay. Who is calling please؟ مش عارفة أنا مين بيحكي. مين بيحكي لو سمحت؟ Who's calling please؟ من المتصل إذا سمحت. Okay. 4. 4. May I take a message؟ May I take a message؟ بقدر أخذ رسالة. حد اتصل وصاحب الموضوع مش موجود، تحب تترك له رسالة؟ May I take a message؟ هل تود ترك مسج؟
أو رسالة معينة. Okay, five. Is there? Is فراغ اسم فلان أو الشخص اللي بدي إياه. Is Adam there? هل آدم موجود؟ Is mom there? Is my friend there? أي واحد. هل هو موجود أو لا؟ Okay, six. Six. One moment, please. One moment, please. لحظة من فضلك. يعني استني علي شوي لحتى أوصلك بالشخص اللي أنت بدك إياه. One moment, please. لحظة من فضلك. Six. One moment, please. Okay. Seven. Speaking. Speaking. المتحدث يعني. احكي اللي بدك إياه. Speaking. تفضل. التحدث. Okay. Eight. Eight. Phone number. رقم تليفون مكتوب هون. Phone number. رقم تليفون. Nine. Wrong number. رقم خطأ. Nine, wrong number. Okay. Ten. Ten, hang up. Hang up, مصطلح مختص بإنهاء المكالمات الهاتفية. Hang up, ينهي المكالمة الهاتفية. Hang up. Ten, hang up. Yes, إنهاء المكالمة الهاتفية. Eleven, where is eleven? 11 dial. Dial تتصل أو يعني عمالها بتضرب بالأرقام اللي بدها ترن عليهم. Dial يتصل. 11 dial. Okay, the last one. 12 it's busy. It's busy, مشغول. He is busy with another call. مشغول. 12 it's busy. Okay. هلا في عنا تمرين بالورك بوك بس انا مش عارفه مو مبين عندي بالسي دي. راح احاول مره ثانيه اشوفه بس هو واضح. Word power. هو موجود. Listen and say the phrases. راح اعمل لكم سكرين له يا خامس وتحلوه، وبالاول يعني راح اعطيكم مجال انهم تحلوا لحالكم وبعدين ببعث لكم سكرين للإجابات لحتى تعملوا لها مقارنة. درسنا اليوم كتير سهل وبسيط ومعظمكم يعني بتعرفوا كل المعلومات اللي حكيناها. ياريت تحفظوا الكلمات والفريزز وتكتبوا معانيهم وتحلوا الورك بوك صفحة 54. الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.